النية في صيام شهر رمضان المبارك. هذه المسألة كثر خلاف الفقهاء حولها وكثر الكلام عليها. أولا، تعريف النية في عند علماء اللغة وهي بالتشديد من نوى ينوي نوية، وفي الشرع قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء مقترنا بفعله. والمقصود من النية وهو تمييز العادة من العبادة، فإن الجلوس في المسجد قد يكون للاستراحة وقد يكون لانتظار الصلاة. إذا كان للاستراحة فليس له من الأجر شيئا، أما إذا كان لانتظار الصلاة فله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال المرء في صلاته ما انتظر الصلاة. ثم بعد ذلك نأتي إلى شروط النية، وهي إسلام الناوي، ثم بعد ذلك علمه بما ينوي، علم الناوي بما ينوي، وألا يأتي بما ينافي النية، وألا تكون النية معلقة. إنسان يقول: إن شاء الله لأصومن شهر رمضان، إن شاء الله لأصومن يوم الخميس ويوم الاثنين، هذه النية لا تنعقد لأنها نية معلقة. وقبل الكلام عن النية لابد أن نعرف أن للصوم ثلاثة أركان: أولا النية، ثم بعد ذلك الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم بعد ذلك الصائم نفسه. وبعد ذلك الكلام عن النية في وقت النية، هل يكون من الليل أم يكون مقترنا بطلوع الفجر أم يكون بعد الفجر إلى وقت الزوال، بعد الفجر إلى وقت الزوال. العلماء والفقهاء اختلفوا في ذلك. أولا، النية المجزئة في الصيام كما ذكر الحنفية، قالوا: إن اعتقد مطلق الصيام أجزأه ذلك. وكذلك إن نوى في رمضان صيام ما عليه من الكفارات مثل كفارة اليمين، أو ما عليه من الكفارات ككفارة الظهار أو النذر المعين، نوى في رمضان صيام هذه الأشياء، لا ينعقد الصيام إلا عن شهر رمضان المبارك. وكذلك المرأة التي عليها صيام من العام الذي مضى ولم تتمكن من صيامه، ثم دخل عليها رمضان وقالت: بأنني سأصوم رمضان هذا لكن بنية قضاء ما علي من رمضان الذي مضى، نقول لها: لا ينعقد الصيام إلا عن رمضان هذا. لماذا؟ لأن سبب الصيام هو شهود شهر رمضان، كما أن للصلاة سبب. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، وقت الصلاة الظهر يحين بوقت الظهيرة، وقت صلاة العصر يحين بوقت العصر، والمغرب بالمغرب، والعشاء بالعشاء، وكذلك الفجر. فكذلك الصيام صيام شهر رمضان المبارك يكون بشهود شهر رمضان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من شهد شهر رمضان وكان صحيحا مقيما وجب عليه صوم رمضان. وكذلك ذكر رسول الله بأن سبب الصيام هو شهود الشهر حين قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان. نأتي بعد ذلك إلى وقت النية، هل من الليل أم بعد الفجر إلى منتصف النهار. الحنفية قالوا بأن لا بد للصائم من نية متجددة لكل يوم، لأنه عبادة على حدة، وجاز وقوعها قبل نصف النهار الشرعي، وهو وقت من طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى. استدلوا على ذلك
بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم أيضا بقية يومه، فإن اليوم يوم عاشوراء. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: فيه دليل على أن من تعين عليه صوم يوم كصوم يوم رمضان والنذر المعين ولم ينوه ليلا تجزئه النية نهارا. وذكر صاحب فتح باب العناية الإمام سلطان القاري فقال: فيه دليل على أنه كان أمر إيجاب قبل نسخه برمضان، إذ لا يؤمر من أكل بإمساك بقية يومه إلا في يوم مفروض فيه الصيام. فعلم أن من تعين عليه صوم رمضان ولم ينوه ليلا أنه يجزئه نهارا، وكذلك من تعين عليه صوم واجب كصوم النذور والكفارات. ثم بعد ذلك قال الإمام الطحاوي في مسألة النية للصوم: ويحتاج من عليه الصوم أن ينويه في كل ليلة أو فيما بعدها من ذلك اليوم قبل الزوال. وقال الإمام أبو بكر القصاص في شرحه على مختصر الإمام الطحاوي رحمه الله: الصوم ثلاثة أضرب: صوم مستحق العين وهو شهر رمضان، والرجل يقول لله علي صوم غد أو صوم يوم بعينه، فهذا يجوز فيه ترك النية من الليل إذا نواه قبل الزوال. والثاني وهو صوم التطوع وهو بمنزل صوم التطوع وهو بمنزلة الصوم المستحق العين في جواز ترك النية فيه من الليل إذا نواه قبل الزوال. الثالث ما كان في الذمة، فهذا لا يجزئ إلا أن ينويه من الليل مثل قضاء رمضان وصوم الكفارات والنذور ونحوها. إذن هذا هو رأي ودليل الحنفية. جمهور الفقهاء قالوا: لا بد من تبييت النية ليلا. استدلوا على ذلك بحديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة. واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، وقالوا بأن إسناده كلهم ثقات. وعن الإمام أحمد أنه تجزئه نية واحدة لجميع الشهر إذا نوى صوم جميعه. الإمام أحمد أنه تجزئه نية واحدة لجميع الشهر إذا نوى صوم جميعه، وهو مذهب الإمام مالك أيضا. إذن الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله قالوا بأن الإنسان إذا نوى في أول الشهر نية واحدة لصيام شهر رمضان بأجمعه يجوز له ذلك. الحنفية قالوا: لا بد من نية متجددة لكل يوم، لا بد من نية متجددة لكل يوم، ويجوز إلى منتصف أنها. هذه هي آراء الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة، وهي مسألة النية في نهار رمضان. أما النية لصوم التطوع كما قلنا يجوز ترك النية فيه من الليل، وذلك عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وروي ذلك عن أبي الدرداء وأبي طلحة
وابن مسعود، لكن عند المالكية أيضا لا يجوز إلا بنية من الليل. نتكلم عن صيام رمضان وعن صيام التطوع. ذكرنا صيام رمضان صيام الفريضة، نتكلم عن صيام التطوع. جمهور الفقهاء قالوا يجوز ترك النية فيه من الليل، وذلك عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وروي ذلك عن أبي الدرداء وأبي طلحة وابن مسعود. المالكية قالوا لا يجوز إلا بنية من الليل. استدلوا على ذلك بما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله ذات يوم: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. قال: فإني صائم. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور. قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال: ما هو؟ قال: ما هو؟ قلت: حيس. قال: هاتيه. فجئت به فأكل ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. وهذا الحديث فيه دليل يستدل به أيضا من يقولون بأن المتطوع أمير نفسه، فهو بالخيار الذي يصوم يوم التطوع هل له أن يفطر أم لا يجوز له ذلك. خلاف أيضا بين العلماء في هذه المسألة، إن شاء الله سيكون لنا كلام حولها بإذن الله. إذن هذا هو الكلام عن النية في صوم الفريضة وفي صوم التطوع.